من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنك ترزق بشيخ فقيه مربي يدلك على حب ربنا سبحانه وتعالى في كل معلومة يعلمها لك في الدين. وإحنا بندرس مع المشايخ الأبواب الفقهية بالترتيب، كانوا بيعلمونا معلومات رقيقة جدا عن ربنا بيطلعوها من وسط المعلومات الفقهية. يعني مثلا في باب سجود السهو عايزك تسمع القصتين دول. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر 5 ركعات، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم، اللي هو سجود السهو لما الواحد يزود في الصلاة أو ينقص منها. وسيدنا أبو هريرة بيقول إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى مرة الظهر بيهم 2 ركعات، ثم أتى جذعا كان في قبلة المسجد فاستند عليه، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه. سيدنا النبي صلى الظهر 2 ركعات بس، أبو بكر وعمر كسفوا يتكلموا، والناس خرجت من الجامع تقول قصرت الصلاة، الصلاة بقت 2 بعد ما كانت 4. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم صدق، لم تصلي الظهر إلا 2 ركعات. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات ثم سجد للسهو ثم سلم. يبقى دول موقفين سيدنا رسول الله، مرة زود ومرة نقص ثم سجد للسهو، عشان يعلم الأمة لما ننسى أو يحصل مننا حاجة زيادة أو نقصان نعمل إيه. المعنى الأول الجميل في رحمة ربنا وحبه لينا إن اللي سجد للسهو كان أتقى وأعظم وأخشع الخلق، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عشان لما حد فينا في الصلاة يتلخبط ولا ينسى ما يتهمش نفسه ولا حد يتهمه إنه غافل ومش خاشع ومش مقبول، إنما نقبل بشريتنا ونسياننا زي ما قبلها الله ورسوله. المعنى التالي اللي المشايخ علمته لنا بساطة الشريعة وسعة رحمة ربنا في تصحيح الأخطاء. شوف النبي سأل إزاي، هو إحنا فعلا صلينا 2 ركعات يا جماعة؟ طيب خلاص قوموا يا جماعة نصلي 2 ركعات، ثم سجد للسهو. محصلش ارتباك ولا شك في قبول ربنا لينا ولا سوء ظن إنه مش عايزنا، ما هو لو كان عايزنا ما كانش خلانا ننسى. حسن ظن إن ربنا سبحانه وتعالى لما نغلط هيقبلنا وإحنا بنصلح غلطنا، لأن ربنا أنزل الشرع متوافق مع هذه البشرية اللي فيها الخطأ والنسيان. ربنا مش مدير شديد يقطع الورقة في وشك ويرميها لو نسيت نقطة ولا حاجة، بالراحة. ربك رحيم لطيف ليس كمثله شيء، يشاور لك على الغلط ويعلمك إزاي تصلحه سبحانه وتعالى. المعنى الثالث هو ارتباط السجود بالنسيان. أنا العبد الضعيف اللي بينسى، وانت يا رب فرضت علي عبادة سهلة ميسرة 5 صلوات، ومع ذلك أنا بعملها وأنا بنسى، فأنا هخضع بين إيديك لما أنسى واسجد وأقول لك اقبلني على ما كان مني من نسيان وضعف وهمة قليلة، بس أنت هتقبلني برحمتك ولطفك وهتعاملني بواسع كرمك لا بما أستحق. فاللهم يا رب عاملنا بالعطف والإحسان، وتجاوز عما كان في عبادتنا لك من تأخير أو غفلة أو تقصير أو نسيان.